مشاهدي انفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، ميكرو فريد كيتواجد دابا بالضبط حدا المنصه ديال النهائيات مهرجان عبيده الرما في الدوره ديالو 21 مدينه خريبكه. غنستمتعوا وغنتمتعوا بالتراث الفني مع الفروق اللي جايه من انحاء المغرب. الا بغيتوا تستمتعوا حتى انتم معنا اجيو. حنا في المهرجان لعبيدة الرما خريبكة، كنشكروا هذا المهرجان ديال عبيدة الرما ديال خريبكة لأنه مهرجان راه دولي، وأي فرقة كنشوفوها حنا كنفرحوا اللي كنفرحوا لهاد المجموعات اللي كنشوفهم من العام للعام. كنشكروا وزارة الثقافة اللي كدعم هذا المهرجان، وكنشكروا المندوبة خريبكة اللي حتى هي مسانده الكبير ومسانده الصغير، كنشكرهم بزاف. وحنا فرحانين والجمهور كيتجاوب معنا، لان احسن جمهور انا بعدا شفتو وداز معايا في السهره، احسن جمهور هنا في خريبكه، اعطونا الاهمه ديالنا وتجاوبوا معنا. وكاين نظام، حتى النظام ديال المهرجان، لانه مهرجان واعر بزاف، كاين السلطه المحليه، كاين التنظيم، كاين كل من حاجه بغيتي. يعني المهرجان اللي داروا ديال عبيده الرما، كنشكروا هاد الناس اللي نظموا لنا المهرجان والناس اللي سهروا على هذا المهرجان، كنشكرهم بزاف، شكرا جزيلين. وكنشكروا البسطاوي لانه هذا المهرجان اللي نظموا لنا راه مهرجان دولي، ومهرجان عبيده الرما يبقى مستمر. كنا اليوم في الفيستيفال ديال عبيده الرما الوطني الدوره 21 اللي كانت تبارك الله حافله مع جمهور وليدات خريبكه اللي كان جد 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 رائع، وكنبغيو نشكرهم من هذا المنبر. جينا لخريبكه الله يعمر لهم الدار، راه حنا واحد المهرج ما كيتقيسش خريبكه، الله يرحمهم عليهم، الله يعطيهم الستر والنتر، ومانا الرما كاع اللي جاوا لهنا الله يحفظهم، لهنا يحسمهم، الله يديهم في النجا، وردهم في النجا. الرما راه كاينين الرما وكاينين عبيدات الرما، ماشي على الرما اللي كاينين، كاينين الرما، كاين عبيدات الرما، كاين الزريده ديال الرما. الان في الفرقه ديال مجموعه نبيل الزعري عبيده الرما نبيل الزعري بمدينه سوق السبت ولاد النمه اقليم الفقيه بن صالح. وشفناكم اخويا في هذه النهايات هادو، يعني تجاوبوا معكم الجمهور، كنتوا زوينين بزاف. الحمد لله، هذا من فضل الله ومن فضل المغاربه الحلوين الزوينين، يعني كنطلعوا كنديروا شي باساج خاصك تدخل لقلوب الناس باش تفرحهم، حيت كاين اللي مهموم، كاين اللي عنده مشاكل، كاين اللي مهم خصك تفرح الناس وتخلي واحد يفكر فلوس الحولي بكل تواضع. راه اللي يفكر فلوس الحولي غادي ينسيو هذيك الشطحه ديالك، نسات عباد الله. اللي ما عندوش باش يعيد الله يرحم الوالدين، كاع اللي ما عندوش باش يعيد يسلفني الشوكايه نعيد بها الله يرحم والمجمر والمجمر لا كان ممكن. يلا نختتموا بشي اغنيه من التراث ديالك ديال شوي بيني يا يما، وشوي بيني وي وي، شوي بيني يا يما، شاف لك حلو وي وحل، شوي بيني اي يما، شوي بيني وي وي، شوي بيني اي يما، شوي بيني وي وي، شوي. وكنشكروا اداره المهرجان اللي تاحت لنا الفرصه باش نتلاقاو مع الجمهور الكريم، وباش يبقى التراث خالد كما شدينا من الاجداد وكما وارثناه عن قبل سنين وسنين. والصراحة اليوم كان المهرجان زوين، نمرة داز زوينة، كان حضور زوين، كان جمهور زوين، تفاعلوا معنا وتحياتي. حنا جينا من منطقة سوق السبت ولاد النمة إقليم فقيه بن صالح مدينة خريبكة، لا الجمهور زوين باين لي اليوم غتكون شاخدة ديال بصح زاهية زاهية ديال بكل تواضع. تحياتي تحياتي للناس ديال سوق السبت. مرحب. أنت أصغر عبيدة الرما ياك، أنت أصغر واحد في عبيدة الرما الخيالة. اش من فرقة كتنتمي لها؟ ها؟ اش من فرقة كتنتمي لها؟ منطقة المنطقة؟ عبيدة الرما الفرسان. سوق السبت ياك؟ واه سوق السبت. الاسم ديالك؟ اسم أيمن طانجي. ودير لنا شي شطيحة ديال عبيدة الرما.
يلا بكل توادي، يلا سير، هي هو ها هو سير عدا ها هو هي هو ها عدا سير ها هو ها اي هو هي هو هي.